وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل عن قول منسوب للشيخ الدكتور بشار عواد معروف المحدث المعروف ولم زكي على الله، يقول: لقد قرأت سير عشرات الألوف من العلماء، فأحلف كما حلف الذهبي أني لا رأيت ولا سمعت إنسانا بعد الصحابة مثل ابن تيمية. يسأل السائل يقول: هل هذا الكلام مبالغ فيه أم أنه من الإنصاف لشيخ الإسلام؟ بل هو من الإنصاف لشيخ الإسلام، ولا نزكي على الله أحد، ولا سيما إذا أتى الإنصاف من رجل علامة فهامة كالشيخ بشار عواد معروف رحمه الله رحمة واسعة، وهو حي والرحمة تجوز على الحي والميت. هذا المحدث العظيم صاحب التصانيف الشائقة الرائقة الجميلة الماتعة، وقد قرأ ونقب وبحث ونقش في سير النبلاء من الأعلام، فهذا من الإنصاف، ولا نزكي على الله أحدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.